احنا والله كما شفتوا معناتها الاضافه نتاعنا اضافه علميه، وهي النجم كي تبدا حاجه علميه يجب ينبثقوا عليها طرق ووسائل نتاع حمايه صحيحه، كما قدمت زميلتي الدكتوره سيرين منوبي قالت كي تبدا عندنا احصائيات نجموا نبنيوا عليهم، كي تبدا ما عندناش احصائيات باش يبدا عندنا نظره ولا نقولوا احنا تكهنات. احنا طريقه علميه اللي شفنا اللي الحوادث المرور مثلا في الناس اللي تستعمل الموتورات اللي راهو مالوغوزمون علاش قاتله، على خاطر 79% من الحالات كي باش يتضرب باش يجي على راسه، كان ما جاش على راسه في 50% من الحالات باش يجي على صدره، وهوني هذاك علاش النسبة نتاع الوفيات عالية، واللي احنا وصلت 31% من النسبة نتاع الوفيات في حوادث المرور، 31% ناتجة على الحوادث نتاع الموتورات اللي هي مشكلة كبيرة. كيف كيف علميا قدمنا احنا اللي أكثر شريحة مضرة هي اللي ما بين 19 و39 عام، معناتها الطبقة العاملة الشاغلة في تونس اللي هي مشكلة كبيرة. كيف كيف معناتها قدمنا اللي حوادث المرور مغلبها القاتلة مغلبها تصير ما بين 8 نتاع الليل ونص الليل، ديما الناس ماشي في بالهم اللي هو بعد نص الليل الأربعة نتاع الصباح، لا ما بين 8 ونص الليل. انت كي تبدا عندك معطيات كيما هكا حتى في الامن الدوريات نجم تكون الكونسنتراسيون نتاعها اكثر، وقتها باش يكون ثم جانب توعوي بسير وجانب حتى الردعي. كيف كيف قدمنا حتى وين المكان نتاع الحوادث، معناتها في الطرق الحضريه اكثر من اللي في اللوتوروت، اكثر من الطرق الفرعيه. حاجه اخرى مهمه زاده واللي هي نجم نبنيو عليها زاده كيف كيف، هي اللي قدمنا اللي مثلا في راس العام وفي الاعياد الكبيره والصغيره عندنا اقل نسبه. واضح علاش اقل نسبه؟ على خاطر الحملات المروريه تتكثر وقتها. علاش؟ على خاطر ثم حضور امني اكثر. حطينا ايدنا في ايد المرصد الوطني للسلامه المروريه، حطينا ايدنا في ايد جامعه يوسير لشركات تامين لبدء حملات توعويه وتحسيسيه لتخفيض من معدلات الحوادث. احنا جبنا الحقيبه وطبعا لينا شغل مع وزاره النقل، الحقيبه دي فيها بعض المستلزمات اللي هي ضروريه لكافه المواطنين عشان نقلل من معدلات الحوادث، ان الشنطه يبقى فيها تريونج، فيها شنطه اسعاف، فيها الكون، فيها الفيست الفوسفوري، لابد من توفرها في كافه السيارات. طبعا تعاوننا مع شركات تامين، بعض الشركات تعاونت معنا بطريقه ايجابيه، معظمهم ما كانش في نتائج ايجابيه سريعه ومتاخره، فلقينا ان وزاره النقل مع المرصد الوطني هم يكونوا اهم شيء من ناحيه توفر المنتج والتفتيش عليه في الفيزيت تكنيك والتفتيش عليه في الشوارع، ويكون في ردع للمواطن اللي مش معهوش الفيس، معهوش المثلث، معهوش الكون، معهوش تريانجل، الكلام ده كله. احنا النهارده سمعنا ارقام حوادث ووفيات واصابات وارقام ليها علاقه كمان اقتصاديا خطتني، يعني انا متابع معايا الارقام، معايا احصائيات 22 23، بس النهارده سمعت ارقام خضتني. لما يكون معدلات الحوادث النهارده تمثل 6% من الناتج العام للدوله، انت يعني ارقام تخض. فعشان كده بنقول ايه، النهارده عندنا موضوع تاني مهم جدا وانا دايما اسميه قنبله موقوته، اللي هو راكب موتور. اللي راكب موتور النهارده سمعنا مندوب وزاره الداخليه ووزاره الصحه بيتكلموا على اللي راكب موتور اللي عدي فوق السرعه 40 هو 100% عنده وفاه. حوادثه كتير، 30% النهارده من وفيات الحوادث متمثله في الموتورات. احنا موفرين كاسك بمواصفات عالميه، معانا شهاداتنا المصريه بنفحصها دلوقتي في تونس. على اساس مع بدايه السنه الجديده في جانفي هيبقى في تقريبا قانون، او في قانون اسف مش تقريبا، هو في قانون بيلزم كل الموتورات ان هي ترخص ويبقى معاها رخصه سياقه ويكون لابس الكاسك. فالنهارده لما يكون عندنا 30% من وفيات الحوادث في تونس موتور، يبقى الكاسك حاجه اوبليجاتوار. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.